الزميلات والزملاء اللي جاوا من مختلف المنابر الإعلامية للتأكيد على شيء ثابت في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهو التضامن ما بين الزملاء ورفض كل محاولة لجعل الإعلام يعني مطية أو عنصر لإدارة صراع سياسي بطريقة خبيثة، لأنه في نهاية المطاف لا يمكن من الناحية المبدئية أن يجهر زعيم حزب سياسي بحال العدالة والتنمية بأنه لا يقبل الاختلاف، بأنه لا يقبل التعدد في الرأي، ولكن الطريقة التي يتم عمليا بها إقحام الإعلام في هذه الصراعات هو الخبث بعينه. تعرفون جيدا على أن وضعية هذا الحزب صعبة، وضعية زعيمه أصعب، وبالتالي لم يجد من وسيلة للعودة للظهور سوى محاولة إقحام الإعلام في ذلك. ولهذا هذا المجيء ديال هاد الزملاء والهبة الإعلامية التي رفضت مثل هذا السلوك تؤكد بأننا لن نكون كما قالوا الإخوان الحيط القصير ديال هاد المعارك. صحيح أن الأحداث المغربية كانت دائما في المواجهة مع تيار إيديولوجي مناقض لقناعتها ولخطها التحريري، وهذا شيء مقبول ويعني مطلوب للتعددية في المغرب، ولكن طريقة التوظيف والأساليب التي تستعمل هي الخطيرة، لأن ما ورد من عبارات في هذه المداخلة اللي كانت في المجلس الوطني أمام يعني هيئة مسؤولة لا مكان لها سوى القضاء للفصل فيها. إنه لا يعقل في أن المغرب الآن بدأ يعي حجم الخطورة ديال الرداءة للفضاء الإعلامي في القذف والتشهير بالناس، ونجيو حنا من خلال المؤسسات ونسكتوا على هذا النوع من الممارسة. فبالتالي كنعتبروا بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قامت بالدور ديالها وستقوم بدورها في كل مرة بدون تمييز، من أجل أن نحافظ على أولا البيئة المهنية النظيفة والسليمة اللي يمكن يتمارس فيها الإعلام، وكذلك للعلاقة التي يمكن أو من المفترض أن تسود بين الفاعل السياسي والإعلامي. هذا الرفض هو يعني يطرح خوفا على تكرار هذا النوع من تهجم على المجال ديال حرية التعبير والمجال ديال الممارسة المهنية، ولن نسكت عليه بطبيعة الحال، وسيدخل في خانة جزء أساسي من العمل النقابة وفق قانون الأساسي، وهو الدفاع على حرية التعبير بكل ما أوتينا من قوة ومهما كانت الجهة التي تقف لتسفيهه ولمحاولة تقزيمه.